الست أم عبد الرحمن هي متجوزة من ابن عمتها 20 سنة، على طول هو مش عايزها تعرف حد ومش عايزها تعرف أهلها، وبيحلف أيمان طلاق. ولما الشيخ راح استفتاه في اليمين الطلاق قال له كفارة يمين على أساس إنها يعني بعد كده يسيبها، يعني الأمور تروح وتيجي كما تشاء. بتقول هو لا يرضى إلا بقطيعة أهلي. التعامل طبعا مع الزوج اللي ما بيساعدش زوجته على أن تصل رحمها وأهلها، وعايزة كده محبوسة في أم كده معاه، وهو بقى يعني هو ده اللي يبسطه، ده شيء مؤرق ومش مريح. الأمر وأنا عندي 5 أولاد بيحتاج أكيد لازم أذكر بده، إن أحاول بالحيلة مرة، بالحكمة مرة، بأمر آخر أفكر إيه الوسيلة اللي ممكن تكون ضاغطة عليه عشان أوصل، وإن كان إن أنا أخد موقف حازم إنه أنا أرجع البيت، لكن لا تمنعني قطيعة أهلي. عايز أيام معينة أروح لهم فيها كما تشاء، عايز إنها ما تبقاش في أيام معينة وفي أيام أخرى كما تشاء، أما القطيعة النهائية لا تأمرني بذلك، لأن ده بيأمرك بقطع أشياء، بقطع علاقة أمر الله تعالى بوصلها، فلا يجوز ذلك. إحنا بنقول إن وسط العقلاء والحكماء والناس اللي ممكن يسمع لها من العيلتين، مش لازم من عيلتك بس، عشان يبقى الصلح ده قائم على قواعد وقوانين. أنا أصل قرابتي من غير تقصير في حقوقك، وفي نفس الوقت نقدر نوصل لحل في هذه المسألة. قدر الطاقة لا نلجأ للطلاق إلا إذا ضاقت الأمور. لو إن المرة دي الموقف إن أنا آخد موقف وأحفظ لنفسي حقوقها هو الذي سيجدي، تدرسي برضو الوضع من كل الجوانب ومدى تحملك للقرار اللي هتاخديه، التبعات بتاعته. يعني أنا هاخد إن أنا أعمل وقفة عشان ما يمنعنيش من زيارة أهلي، هل لما اخد الموقف ده النتائج اللي هتطلع بعد كده منه، وانت دارساه ده ابن عمتك متجوزاه بقالك 20 سنة، النتائج اللي هتبقى تابعة للقرار اللي انا هاخده دي، انا هقدر عليها ولا مش هقدر عليها؟ يعني دي برضو امور، لان هو بيلعب بالطلاق في المسألة دي، مش بس سايبك وانت بقى بتاخدي القرار، لا، ده هو معلق الطلاق على حدوث مثل انك انت تروحي تزوري اهلك او ان انت توديهم. فأنا شايفة أن يبقى في موقف، تاخدي موقف من غير عنف، أنه نصطلح على أصول، لا تقطعني صلة رحمي وأنا هروح الأيام اللي أنت تقول عليها، بس ناخد كده ونزل الأمور تبقى بالراحة شوي. لأنك 20 سنة ست أم عبد الرحمن، يعني أنت سكتي وقت طويل قوي على حقوقك، في أنك ليكي قرابة، ليكي أصحاب، ليكي، وبعدين بياخد فلوسك وبياخد، فبقيتي أنت كالكلأ المباح اللي أرض قدامه، غيط قدامه، ومش صاين صاحب الغيط مين، وقاعد ياخد اللي عايزه، ياكل منه اللي عايزه. الأمور تبقى في حفظ للحقوق، والمرأة في بداية زواجها هي اللي بتحدد العلاقات، تساعد المرأة زوجها من جميل أخلاقها وكرمها وحسن عشرتها ومروءتها، لكن ما بقاش حق مكتسب، فبقى أنا كمان فلوسي باخد إذنه عشان أروح أشتري حاجة خاصة بي، فأنت يعني أنت سكتتي كتير على حقك، فأنا عايزة أبتدي أعمل وقف، فتبقى بالراحة، لكن أعملها في حضور ناس من وسطاء من العيلتين.